أكيد أهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! المسؤولين في اتحاد الكرة بيترقبوا في الوقت الحالي قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي هتجرى في نص شهر إبريل عشان يستعدوا للبطولة نفسها في شهر يونيو 2023 في الكوتيفوار، وهيخوض منتخب مصر أول مباراة في التصفيات أثناء فترة التوقف اللي هتبتدي من 31 مايو ولغاية 15 يونيو. والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي طلب من محللي الأداء في الفريق تقرير مفصل عن فريق الاتحاد السكندري، سواء في مباراته اللي لعبها الفترة اللي فاتت في الدوري أو لغاية مباراته الودية كمان، وده علشان بعد توقف الدوري، خصوصا بعد التغييرات اللي اتعملت في الجهاز الفني برحيل حسام حسن وتولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق. موسيماني عنده رغبة في الوقوف على نقاط القوة والضعف للاتحاد قبل ما يواجهه في مباراة الدوري. فريق الأهلي ومديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في انتظار مواجهات عربية في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وده بعد تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الهلال السوداني في الجولة السادسة. بكده الأهلي عنده ثلاث احتمالات في قرعة دوري أبطال أفريقيا، يا إما هيواجه الرجاء المغربي أو الترجي التونسي أو الوداد البيضاوي المغربي. البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك خصص فترة خاصة للتسديد على المرمى خلال تدريبات امبارح اللي اتلعبت على ملعب عبد اللطيف برجيلة. كمان الفريق عمل تقسيمة فنية كده خلال التدريب، وحرص فيريرا على الحديث مع اللاعبين علشان يقول لهم التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها من كل لاعب والأدوار الخاصة لكل واحد فيهم. عالميا، فريق أرسنال خسر من فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-0 في المواجهة اللي اتلعبت امبارح ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي. بكده بيحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، وكريستال بالاس في المركز التاسع بعد ما رفع رصيده للنقطة 37. خلصت أخبارنا الرياضية، هنرجع لشاذلي وهدير نكمل تاني كلامنا في الرياضة، لكن المرة دي هيتكلموا عن التجديف مع ضيوفهم اللي موجودين في الاستوديو. اتفضل يا شاذلي وهدير. شكرا ليك يا